عمتي مراتي ما نقول قدام الناس الفلوس قدام الناس ما عنديش قرار ديال المشكل مراتي على سنه الله ورسوله ما كاينش شي واحد غادي يقول لي اش هاد الساعه كنبغينا هذا الحاسي كنموت هنا والله ما كديت بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا أخوكم يعود إليكم من جديد. بلا ما نطول عليكم، لأول مرة يشوفنا معليه يضغط على زر الاشتراك، يضغط على زر الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. اليوم غادي نديروا واحد الرياكسيون إخواني أخواتي الكرام على هذاك النزار، وعلى ونعطيو بعدا عصير في كاس كبير زعزع لديك نادى حاسي، وذاك الملولي ذاك الكيدار ذاك الحقار اللي باينه فيه ما بقى على من يحقر، مش حقر على هذاك اللي ماشي نورمال، اللي خصو بسيكولوج إخواني المشاهدين، خصو يمشي يداوي راسو، دخل فيها والديه، دخل فيها رحشو، ما عاد بقينا عايشين مع هذا الشيء، عاد عايشين مع هاد الناس هادو. وزيد عليها اخوان المشاهدين ان نادى حاسي بغات تصيفط هذاك للحبس، تصيفط هاد النزار للحبس، مع العلم ان صيفطت واحد الانسان للحبس اخواني المشاهدين اللي غادي تشوفوا معايا في هاد الفيديو هذا، صيفطته للحبس لانه كشاطي معاها بغاها، واش انت كتحقروا الرجال. درت معاه في واحد الريستورون، مشى عندهم في واحد الريستورون، لقاو البوليس تما داوه اعتقلوه. نشوفوا الفيديو جميع اخواني المشاهدين باش تعرفوا مع من رحنا عايشين. غادي ندير شي حاجه كبيره وصغيره، اقسم بالله العلي العظيم الا ثلاثه الضربات اللي عطيتو غير على قبلك انت غادي انا ويفطاوي انا غنفرش ديما ما عنديش مشكل. عرفتي شنو قال لي ودي الكلب؟ ولكن شنو قال لي انا بقى ساكت؟ مركز الزين ديالك تلقيت شي فيا بحال هكا انا طيروا لي هاد السيد ما شاء الله. هذا شوف غير ما تقلقيش، عرفتي ما تقلقيش، انا ملي كتقلقيش انت كنت راهلو. شوف شوف بقيت هاد الابتسام والله القسم وبقيت كضحكي بحال هكذا. واش فهمت شفت اقزح وجه على الكرة الارضية؟ ما شفتش وجه بحال هكا. شفت انا اجمل وجه على الكون كامل. روميو وجولييت زوينة تبارك الله. شد عوينات شوف صراحة شحال بغيتي في الصدار؟ غير قولي لي شحال بغيتي في الصدار؟ فرجنا ما نهضرو بزاف. 40 مليون يا رحيم والله تنبيع لك. والله الا قال نبيع لك الواد ديالي وهذا ماشي مسط، انا طيروا لي هذه عاد رحنا عايشين مع هاد الناس هادو. هذا هو اللي صيفطاتو للحبس اللي راكم تشوفوه معايا دروك في الفيديو العام اللي فات، هذا هو اللي صيفطاتو مسكين للحبس وباقي خارج باقي خارج وجه احمر. قال لها نبغيك ونفس انا نزار. الله يبارك لك نزار في شي معنى هذا. قال انا كنبغيك با نتزوج بيه لك انت كتبغي حنا راه كنبغي انا راه كنبغي فهمت وتشري كتقول هاد الهضره كامله. حنا راه دوزنا الحبس ودرنا شحال من حاجه على قبل. يقولها وجه احمر. شي بيريود تعب بزاف ما عرفتش تدوز. فهمتي؟ هذا المنبر انا كنتحدى في هذا الشيء اللي كنقول. يا اخواني المشاهدين هذا هو اللي صيفطاتو للحبس، يعني قالت له نتلاقى وكان يشاطي معاها، قالت له نتلاقى ومن مشى تلاقى معاها اخواني المشاهدين لقى البوليس يستناوه تما وصيفطوه للحبس وعاد باقي خارج هذا الشيء. وهذيك الانسانه اللي ما عندها لا حنين لا رحيم، ما عندها لا رحمه لا شفقه، وعندها بنيه عاد وراه عندها وليدات كما تدين وتدان، صيفطاتو للحبس ما عرفش بلي ان الحبس غادي يتكرفاس وزيد وزيد يا. ومن مع العلم ان كانت اخواني المشاهدين عليها شكايات، نصبت على ناس، كاين اللي طلقت هي ورجلها، كاين اللي هي ورجلها اخواني المشاهدين ما راهمش مزيانين، كاين اللي تناقشت هي ووالديها على ما تسلفت باش يديروا الدعم للقنوات ديالهم وصيفطوا لهم الفلوس ديال صيفطوا لها الفلوس يمشي دارت بهم صالون تشري بهم الكساوي. شكون اللي لمن عطى هذا اليوتيوب ولمن كيعطي لهاد المنابر هادو؟ لمن كيعطي غير الشواد وكيعطي حاشاكم اللقا من الاخر، اقسم بالله العلي العظيم. وبعض الناس هما اللي كيشجعوهم كيرد بلا شيء كيردوهم مشاهير، سبحان الله. انا عمري ما شتاب شي بلاد، اقسم بالله العلي العظيم الا عمري ما شتاب شي بلاد دون المستوى، لان تلقى حاشاكم واحد خانز تسليب ردوها من المشاهير وردوها والدعم وكذا، وفي التالي كتنصب على عباد الله، ولكن الناس المعقولين ما كتبغيهمش. اني كنهضر على بعض الناس هاد سبحان الله. وشكون مع غير خلينا نشوفوا الفيديو. عرفتي شنو كاينه واحد الحاجه سميتها القانون؟ والله يتبع لك الهوا ديال ابوك. عندك طلب تنازل من بعد راه داروها قبل منك وتشدو، راه قال لك سال المجرب وما تسالش الطبيب. دجا هاد المشكل هذا اللي طايحه فيه انا دابا داروا لي واحد الدري قبل منك وكان تشد وكان غيتحكم بعامين على هاد التشهير هادي، وانت غادي تشوف اسيدي واش كاين القانون في البلاد ولا ما كاينش. بينو بينك القانون ان شاء الله.
شوف هذه بغات تصيفطوا للحبس كما صيفطت هذاك اللي وريتهم لك في الفيديو اخواني المشاهدين. وشوفوا مع مره جالسه، علاش قلت لكم اودي هذا اليوتيوب وهذا الاخر كيعطي غير المثليين ولقى هادو هما اللي كيعطي لهم. سبحان الله. باقي معاها يقولها شوف المشكله اللي دار لي قريب غتوصلو السيدة حتى للدار بإذن الله. دابا ما علينا، هذا ماشي موضوع، علاش كتقول معايا اليوم جا لمراكش؟ يا ودي يا وجه المرأة، شوفوا مع مراها وباقي تقول هاد لا ديري به ديكلاراسيون، والاخرى تقول له انا عييت للمحامي ديالك. واش انت عندك ساروس ديال الحبس؟ الاول اللي خصها تمشي للحبس هي انت اللي نصبتي على بزاف ديال الناس وبزاف خرجوا، راهم كلشي موثق بالفيديوهات في التيفي وفي المنابر الاعلاميه. يا والله يبهدلك، الله يبهدلك هادشي اللي غادي نقول لك انا من عندي، اقسم بالله والله القسم الى الله يبهدلك. لينا نشوفوا الفيديو. باش قلت لها الزهر قبلك، باش ما تقوليش عاوتاني نزار راح شم بيه ولا شي حاجه، حديت من الاولين باش نبين الحب ديالي من جيتك. دابا بغيتك تعطيني رده الفعل ديالك بخصوص الانتصار ديالي على الملولي. انا عارف الله قولي واش كتقول. هذه علامه الحب، سمعيني انا، سمعيني، هادو علامات الحب، فهمتيني؟ ملي كتحس شي حاجه كيطيرني هاد السيد. ما تنكرش هاد الحقيقه هادي، ما تنكرش هاد الحقيقه هادي، يعني كيبين كل شيء. راه شوف يلا كنا مكتبين انا وياك، راه المكتب ما كيتبدلش. باش نوضح لك المساله هذه، يقدر من هنا لقدام نكون انا وراجلك وانت هي مراتي وبنتك هي بنتنا بجوج. كمال ومنار. واش انت ماذا؟ واش انا قلت شي حاجه فيها العيب؟ راه اللي هرب من الزواج هرب من الدار. روميو وجولييت. وما دخلتش من الشرجم كيف ما كيقولوا البعض. دابا شنو انا هذا؟ ما بقى تزوجي بيا. واش جيت من هذا من الاول؟ كلختو. يا ربي السلامة. عندك انا هذا. من الاول ما كيحملكش في راسك هاد القضيه ديالي، انا غنفرشو والله ما كيحملك من الاول بالله. شوف انا حتى واحد كيهز عليا الكفه، انا ما غرضي حتى واحد يحملني ولا ما كيحملنيش، كل الله يسهل. راك تهضر بالله على راسك، تهضر بالله على راسك. اسمعني خليني نهضر، الله يرضي عليك. اسمعني خليني نهضر، الله يرضي عليك. اخي زيد زوينه من فمك. وين الضحكه ديال الحب الله؟ والله الا كان انا كنبغيك كنموت عليك. حسب الله. كنموت عليك. سمعني تعرف شحال هذه؟ قال لك كنت هذه شحال عارف. الله يلاه يطير لي. ثقة في النفس الشخصية. مي ما كان عرفتي علاش تيق في راسي؟ حقاش كنثيق فيك انت؟ الثقة المتبادلة. ثقت في راسي حقاش كنثيق فيك انت؟ وهذه هي الثقة المتبادلة. نزار سميتي كيبغي يقول تحبوني يا نزار. اقسم بالله الا كنبغيك حق الرب العلي العظيم اللي كنبغيك. كان واحد المثال. يا ويلي ما عمرنا احنا عايشين. وقد فاقت الجبال. وانا بكيت. يا ودي يا وجه، يا وجه القلق. انا نبين لك راسي كنبكي، انت كنبكي في الدار. على نهار رديتي عليا. واش ولا كيرد عليا؟ شنو هاد الهضره هادي؟ يلا بينو بالكلام. دابا انا هذا من هادشي كامله، اش بالك في هذا الانجاز اللي وصلت ليه؟ شنو الانجاز؟ يلا قولي لي. انجاز قلت لك انجاز من يا ودي يا وجه برارج. ملي طيحت الملولي. والله مش شي حاجه دازتي مع الملولي. مهما قدي ورا الفيديو ديال بوم في السوشيال ميديا، ما كاينش شي واحد ما شافش ذاك الفيديو. واش انا غنكذب عليك انا؟ سير في السوشيال ميديا وغادي تشوف الفيديو. علاش؟ حقاش ديك الضربه اللي عطيته ماشي الضربه ديال الانتصار، الضربه ديال المعيور العيرك. هذاك السيد ماشي راجل. روميو وجولييت. يعني اي حاجه نقدر نصبر لها، ولكن واحد يسال غيقيس لي مراتي خط احمر. مالك؟ مراتي مالك قدام زعما، ملي غنتزوج انا وياك وغتولي مراتي، فهمتي؟ انا لازم حاسي الفضاء كيغير بزاف ديال الامور. انا دابا طلعتي معاك من هنا لقدام، اكبر انا غادي بالطوموبيل ديالي وانت غادي بحال هكذا، وغادي كنتقداو انا وياك شي ما معنقكش، يعني داك الشيء ديال الحب. راه يعلم والله الا ما نارو كامل. دابا من هادشي كامل ما بقى تزوجي بيا. تنفكر انا شوفي انا انا نسيتي حريمه، بغيت ماشي مشكل حريمه راه نسيتي نسيتي. انا بغيتك تهضري معاه مزيان والله الا كنهضر معاك انا اقسم بالله بعيده في اطار الضحك. تقول واحد سميتو نزار باغي يتزوج بيا، واش فهمتيني؟ وحنا غادي نشوفو كيفاش غادي تقول. انا حيت ما نطولش معاك في هذا اللايف. عرفتي مراتي العزيزه اقسم بالله على العدم تزوجي بيا، ما غادي يخصك حتى شي خير معاه. مناش خايف دابا؟ يلا بينو بينك انا هذا مناش خايف، حيت قبل ما
ارشي ملياردير. بارك من الضحك دابا حبيبه ديالي، هي مش خايفه. شراتك ما عندكش علاش تحشم؟ نعم؟ ما كتحشمش. ما كتحشمش انا لا لا مش كنحشم في حاجه اخرى، اما انت مراتي ما نقدر قدام الناس الجلوس قدام الناس ما عنديش قرا ديال المشكل، مراتي على سنتي لله ورسولي، ما كاينش شي واحد غادي يقول لي شحال الساعه، كنبغينا هذا الحاسي، كنموت عليها. ماشي مشكل. والله ما كديت بالله. والله ما كديت نكمل الفيديو اخواني المشاهدين، لانه سطاني وخرج عليا بهذا وقدام بلان بيبليك وخيغوت بانضام لا حول ولا قوة. واش عاد باقيين عايشين مع هاد الناس ولا راني كنحلم ولا راني ناعس وغادي نفيق وغادي نلقى هاد الشيء غير حلم؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. هذيك الانسانة اللي كتبغي تصيفط عباد الله للحبس، انت الاولى اللي خصك تمشي للحبس، ما عندكش السوارت ديال الحبس، انت ما عندكش السوارت ديال الحبس، غير جات الشكاية الكيدية. لا انت واش غادي تقولي لهم؟ تقول لهم واش غادي تقول؟ شهر بيا دار بيا ما فهمتش انا والله ما فهمت. انت اولى اللي خصك تمشي للحبس لانك شهرتي بزاف ديال الناس وخرجتي بزاف ديال وشهرتي براسك، وانت كتشهري براسك باش بغيتي ديري البيت، وراك نصبتي على عباد الله بزاف ديال الناس، ولكن باغي واخا هاك بزاف ديال الناس اللي نصبتي عليهم واخا كنبهم كيمشيو عندك وكيزيدو ما فهمناش، لان بزاف على وحده في امريكا وحده زدتي وحده في الصالون بقيتي درتي الاشهار ديال الصالون ديالك راك تنصبي به، ضيعتي لنا شعرهم كتقولي لي بانه برودوي جبتي واحد التصويره لصقتيه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اما هذاك هذوك اللي مشاو دابزو ديك الكومبان تاع تاع البنات في البحر هذاك كيدار لانه حقار باينه فيه في وجهه وباقي تتعدى على الاباطره وباقي كما نقولوا واش غادي نقول لكم اخواني اخواتي الكرام، كيطيح بالابطال المغاربه ولكن نتايا غادي تطيح بجوج دقائق بالكاو، اقسم بالله العلي العظيم. علاش قبلت غير ديك التحدي نتاع النزار ما قبلتش نتاع الاباطير؟ لانه عرفتو حيت قصير الكدار. هادشي اللي غادي نقول. تحياتي لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، ما تنساوش ديروا بارطاج للفيديو اشتراك. تحياتي لكم.